الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله تعالى في محكم كتابه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الأخ القائد، شرف عظيم لشعبية المرج المتمثلة في قيادات وفاعليات ومؤتمرات شعبية وأعضاء حركة لجان ثورية ومنظمة الشباب أن تلتقي بكم في هذه الليلة المباركة. ونحن الموجودين أمامك نمثل أبناء المجاهدين وأحفادهم. نأمل أن نكون عند حسن ظن آبائنا وأجدادنا في ترابهم، ومجدا وعزا لك وامتدادا لثورتك. ها نحن نقف اليوم أمامك متمثلين بهذه الشرائح، وأسمح لنا إذا كان العدد بهذه الصورة لأننا نقدر وقتك. من الشعبية التي احتضنت تحت قيادتكم المباركة الاجتماع الأول لحركة الضباط الوحدويين الأحرار على شاطئ طلميثة عام 1964. فرنجي، نقول لكم أيها القائد العظيم إن المرج على الدوام قلعة صامدة من قلاع الثورة وحصنا حصينا من حصون الفاتح العظيم. جماهيرها لا تنسى أفضال الثورة، وقائدها التي تطوق أعناقها لا تنسى ما أنجزته الثورة لها من مشروعات تنموية جبارة، من مزارع خضراء مغروسة في كل شعبة وواد في سهولها وروابيها وصفوحها وأوديتها وقلاعها الصناعية، مؤسسات تعليمية، مدارس ومعاهد وكليات جامعية، مراكز طبية، شبكات من الطرق المعبدة تربط كل القرى والأرياف، مشروعات إسكانية ومحطة لتحلية مياه البحر. 42 عاما من التحولات الحضارية المذهلة في شتى الميادين وعلى مختلف الأصعدة نعيشها بفعل هذه الثورة المتعاظمة وقائدها الفذ. 42 عاما من العمل الجاد المضني والنضال المتواصل في بناء الإنسان وتنمية الأرض، مسيرة شاقة يصعب حصرها، إنجازات تتواصل وتتوالى وتتعاظم، صنعتها إرادة الثورة وأبدعها فكر قائدها معمر القذافي. مساء الخير يا قائد. في البداية أنا أنقل لك تحية من جميع أعضاء حركة اللجان الثورية بشعبية المرج، هذه الشعبية التي تحمل اسم أقدم مدينة شهدت حصاراً من الإغريق والفرس منذ 500 سنة قبل الميلاد لمدة 9 أشهر متتالية في قتال شريف من أهلها في ذلك الوقت. أعضاء حركة اللجان الثورية بشعبية المرج يقولون لك أن شعبية المرج تشرفت سابقا بعقد أول اجتماع للجنة المركزية لحركة الضباط الوحدويين الأحرار بقيادتك في الدرسية. شعبية المرج تشرفت بقيادتك لأكبر مشروع استيطاني زراعي في شعبية المرج على مستوى الجماهيرية. أبناء شعبية المرج يقولون لك أن آبائهم وأجدادهم قاتلوا تحت راية عمر المختار ولم يخونوه، وقد تشرفوا أيضا باختلاط دماء آبائهم وأجدادهم مع دماء آبائك وأجدادك في القرضبية. أبناء شعبية المرج يقولون لك اليوم أنهم يقاتلون تحت رايتي وسيكونون خير خلف لخير سلف. أبناء شعبية المرج يقولون لك يا قائد الثورة أنهم متمسكون بالثوابت، متمسكون بسلطة الشعب. نحن أتيناك نقول لك نحن أبنائك، نحن شبابك، نحن قيادتك الشعبية، نحن أعضاء حركة اللجان الثورية، سنظل على العهد ولا زلنا على العهد وبخطة ثابتة وبثقة عالية في قائدنا وفي أنفسنا. مساء الخير يا قائد. نحمد الله اللي أنت ونحن جميعا بخير. نحن كررنا اللقاءات أكثر من مرة وسمعنا رأيك وسمعت وجهة نظرنا ولازلنا على نفس الدرب، وجينا على أساس نحيوك ونقول لك نحن قناعتنا بالثورة راسخة وبقائدها راسخة، وأنت الحقيقة نحفظ لك في كلمات كثيرة تقول أن المجتمع هو أفضل مباحث، وهذا كلام صحيح ومنطقي وعلمي.
يا قائد أنا يعني بفهمي البسيط وبإدراكي أنا نقول لك إن شعبية المرج شعبيتك، وشعبية المرج أنا عاصرت الثورة من الأيام الأولى، وهي شعبيتك أنت وشعبية الثورة بالتنمية وبلقاءاتك أنت وزملائك فيها. نحيوك على تخصيص وقت لنا ولغيرنا من الشعبيات، وبارك الله فيك، والسلام عليكم. وجوه طيبة مليئة ومفعمة بالحب والمشاعر الطيبة والكلمات الصادقة والهتافات النابعة من وجدان الواقع الذي نعيشه، هتافات تحمل أسمى معاني الوفاء والالتحام والولاء، الالتحام والولاء للرجل الذي وهب حياته منذ اللحظات الأولى لفجر الثورة من أجل هذا الوطن وكرامة إنسانه أينما كان. كلمات اعترف أصحابها بقدسية المكان، قدسية المكان الذي احتضن اجتماعات الضباط الوحدويين الأحرار وهم يخططون للثورة العظيمة فوق ربع هضابها. أحاديث أكد أصحابها على عظمة الثورة وإنجازاتها واهتمامها بكل بقعة من أرضنا الطيبة على امتداد البصر من مدنها إلى أريافها وقراها وصحرائها، اعتراف بلا حدود، اعتراف بلا حدود للإنجازات التي تحققت في هذه الشعبية وغيرها من شعبيات الجماهيرية في كل مكان. والآن وبعد أكثر من 40 عاما من العمر هذه الثورة المديد والإنجازات العملاقة التي تحققت، من الذي استطاع أن يبث السم في هذا الخير لنحرم أنفسنا منه؟ كيف تسلل بين صفوفنا المندسون والخونة الذين أرادوا تفكيك هذه اللحمة التي يشهد لها التاريخ بعظمة ترابطها؟ من هم أولئك؟ من هم أولئك الذين اخترقوا صفوفنا ليعبثوا بتماسكنا وثورتنا وإنجازاتها وبنا؟ كيف استطاع الخونة والمأجورين وعملاء الاستعمار عبيد الدولار أن يشككوا في هذا الوفاء والولاء للثورة وقائدها؟ ألم يحن الوقت؟ ألم يحن الوقت بعد لحقن الدم ونبذ الخلافات وتحكيم العقل؟